هناخد كلمة عشان خاطر المصابين وعشان خاطر المستشفى والإدارة. الحقيقة اللي يعني احنا جينا نقول للناس كل سنة وانتم طيبين، لهم ان احنا معاكم، مصر كلها معاكم، من اول رئيس الدولة لحد اصغر فرد. المجهود شغال 24 ساعة لاكتشاف ما حدث والقبض على المجرمين والصقر لشهدائنا والصقر للمصابين، عشان نقول لهم كل سنة وانتم طيبين في مكانهم. والحقيقة وجدنا يعني رعاية كبيرة جدا 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 من المستشفى والقائمين عليها.